من الأشرفية في عمان رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين، يقول موسى أحمد أبو هارون، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما حكم أخذ الإجرة على تعليم القرآن الكريم اللغة العربية وحدود الهدايا أيضا جزاكم الله؟ أما أخذ الإجرة على تعليم العربية تعليم الفقه فلا حرج في ذلك، وأما أخذ الإجرة على تعليم القرآن هذه محل خلاف بين أهل العلم، فالصحيح أنه لا مانع منها أيضا، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يمنع مطلقا ومنهم من يجيز مطلقا ومنهم من يفصل ويقول إذا كان المدرس يحتاج إلى الأخذ لأنه ليس له دخل ينفق منه ويتفرع للتعليم فلا مانع أن يأخذ ما يسد حاجة، أما إن كان غنيا فإنه لا يجوز له الأخذ، ولكن الصحيح إن شاء الله الجواز، قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا مما يشجع على تعليم القرآن وعلى تفرغ المدرسين له. نعم.